بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا المحور الثاني لكورس مقاومة المواد واختباراتها. هذا المحور الثاني بعنوان Tension, Compression and Shear، الشد، الضغط والقص. The general objectives of this chapter are as the following. So upon completion of this chapter, it is expected that the students will be able to calculate normal stress and normal strain, to differentiate all regions and particular points in stress-strain diagram, to determine mechanical properties from stress-strain diagram, and finally to calculate shear stress, shear strain and bearing stress. نبدأ بالجزء الأول من المحاضرة الأولى في هذا المحور. The specific objectives to this lecture are the following: tension and compression description, average normal stress formula and calculation, normal strain formula and calculation. We'll start in this chapter by tension, compression. After that, we'll treat shear. هذا الشابتر فيه الشد، الضغط والقص، لسبب أنه كلها تنتج عن قوة وليست عن عزم. ونبدأ بدراسة الشد والضغط لأنها تنتج عن النورمال فورس أساسا، إما النورمال فورس تكون موجبة أو النورمال فورس تكون سالبة. أما بالنسبة للشير فهي القوة المماسة للمقطع، تانجنت فورس، هنا القوة العمودية على المقطع. هذا مثال في حالة الشد، هذا الطول الأصلي، جراء الشد يحصل إيش؟ استطالة، extension. وفي حالة الضغط، هذا الطول الأصلي ينتج عن الفورس تقلص، shortening. القانون العام لحساب الاسترس هو الأفرج نورمال استرس، يرمز إليها أول شيء بسيجما، والقانون هو فورس على cross section area. الطبيعة الفيزيائية للاسترس هو ضغط. الإجهاد العمودي average normal stress يساوي force على area، الفورس العمودي normal to the cross section وهي موجبة، الوحدة نيوتن على متر تربيع. هذه حالة الشد، قطعة مشدودة معانا، لو نعمل مقطع cross section بنحصل إيش؟ توزيع الإجهاد، هو إجهاد موزع على كامل المقطع. بالنسبة للcompression هذه القطعة مضغوطة، نعمل مقطع فنحصل إنه القوة العمودية ينتج عنها أساسا على المقطع توزيع للإجهاد، وهي بمثابة الضغط الداخلي على المقاطع كلها. والقانون هو فورس على أريا، لكن تكون سالبة لأنها الفورس عكس اتجاه الإكس،